محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: رأس طاعة الله الرضا بما صنع الله فيما أحب العبد وفيما كره، ولم يصنع الله بعبد شيئا إلا وهو خير له. هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تحث على مسألة غاية في الأهمية في حياة الإنسان، وهي مسألة الرضا. وهنا الرضا لا يعني بأن الإنسان يستكين ويكون يرضى مثلاً بالأمور التي لا تناسب عزة المؤمن. الرضا هنا المقصود به شيء آخر يختلف اختلاف كلي عن ما موجود في أذهان كثير من الناس. الرضا هنا يعني أن ترضى عن الله سبحانه وتعالى فيما صنع بك من خير، وكل ما يأتي من الله فهو خير. إن الرضا ثمرة المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. من أحب شيئا أحب فعله، والمحبة ثمرة المعرفة. فإن من أحب شخصا إنسانيا لانتسابه على بعض صفات الكمال أو نعوت الجمال يزداد به وله محبة كلما زاد به معرفة وله تصور. فمن نظر بعين بصيرته إلى جلال الله تعالى وكماله أحبه، والذين آمنوا أشد حبا لله تعالى. ومتى أحبه استحسن كل أثر صادر عنه وهو يقتضي الرضا عن الله سبحانه وتعالى. إن الرضا له أهمية كبيرة في حياة الإنسان. يعتبر الرضا من الفضائل العظيمة للإنسان، بل أنه يرجع إليه مجموع الفضائل، وقد نبه الله سبحانه وتعالى على فضله وجعله مقرونا برضاه تعالى وعلامة له. قال عز من قائل: رضي الله عنه ورضوا عنه. عن الصادق عليه السلام: أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام: يا موسى بن عمران، ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، فإني إنما ابتليته لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأزوي عنه ما هو شر لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي،
فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرضى بقضائي. أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي وأطاع أمري. هذا الحديث وكثير من الأحاديث أنه تريد أن توصل الإنسان إلى حالة الانسجام الداخلي والخارجي. الإنسان المضطرب، الإنسان الساخط، الإنسان الذي دائما وأبدا يعيش الشكوى، إنسان لا يتقدم في الحياة كما أراده الله أن يتقدم. لماذا؟ لأنه يعيش معركة داخلية، السخط الداخلي يسبب العرقلة للتقدم ومسيرة الإنسان. اليوم ترى أنه الفضاء كله يعج بالشكوى، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، وأقصد هنا الراحة بأنه الرضا. ترى مسألة القناعة ومسألة الرضا لها ركن أساسي في حياة الإنسان. الإنسان الذي يعيش السكينة في الداخل، في القلب، في الجوارح، هذا إنسان تراه وزن الأمور بميزان الاعتدال، يعني لا يطلب شيء مثلا متفاوت الحجم ولا. لذلك أنه في يوم من الأيام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان خارج أو راجع من غزوة من الغزوات، والتقى بمجموعة من الناس. هؤلاء سلم عليهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن سلم قال: من أنتم؟ شوي التفت إلى هذا المعنى جدا جميل من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وكل حديثه جميل. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن مؤمنون. قوم مؤمنون، اليوم احنا ترى كل احنا أو الموجودين خاصة الذين ينتسبون إلى الإيمان كلهم يقولون نحن ماذا؟ مؤمنون. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ألا أن لكل شيء علامة. علامة إيمانك ماذا؟ علامة انتسابك ماذا؟ قال: من أنتم؟ قالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله. قال صلوات الله وسلامه عليه: فما حقيقة إيمانكم؟ شنو الحقيقة اللي تبين أنكم مؤمنون حقيقة؟ يعني مو كل إنسان يدعي دعوة يصدق في دعوة، يحتاج إلى إثبات بأنه حقيقة هذه الأمور موجودة عنده. يقول: قالوا الرضا بقضاء الله. حقيقة إيماننا، يعني حقيقة الإنسان الذي يدعي الإيمان والاتصال بالله سبحانه وتعالى، أنه أول حقيقة من هذه الحقائق أنه راض عن الله سبحانه وتعالى. لا، أكو ناس إذا أصابتهم مصيبة تعال شوف شو يسوون، يزلزل الإيمان لو ما يزلزل، يطلعون من حظيرة الإيمان ويرجعون لو ما يطلعون. أنت شايف بعض الجماعة تشوفهم يعني بعيد عن تلك القول الذي قاله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما رأى إبراهيم ولد جميل عمره سنة ونص ابن رسول الله، لما شافه مسجى قال: إن العين لا تدمع والقلب ولا نقول أبدا. هذا اللسان والبصيرة وين؟ هون ما نزل بي أنه بعين الله. هذا شنو؟ الإمام الحسين سلام الله عليه، واحد من الأعداء يقول: والله شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. ليش؟ يقول: كلما نزلت به نازلة وإذا وجهه يزداد إشراقا. إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. مو معناته أنه بمجرد توجهت لمصيبة، توجهت لبلاء، توجهت، أنا ما أعرف شنو هو الحكمة من توجه. ممكن تزكية، ممكن تأديب، ممكن درجة، ممكن، لكن أنا أخرج بهذا البلاء البسيط عن جادة مثلا الصواب
وأذهب إلى حيث بأنه أسخط الله سبحانه وتعالى بكلام أو فعل أو خارج من هذه المخارج. ما حقيقة إيمانكم؟ قالوا الرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله تعالى. هاي ثلاث أشياء الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نظر إلى دواخلهم إلى هيئاتهم. هذا الكلام بعض الأحيان لما يتكلم وياك إنسان يتكلم وياك تشوف أنه هذا الكلام يطابق القلب يطابق الجوارح، بعض الأحيان بمجرد أن يتكلم معك متكلم تشوف هذا من كل قلبه جاي يطلع الكلام لو فقط لقلقت لسان. أكو ناس ترى الأغلبية المطلقة تشوف أنه في الرخاء تشوفهم دائما شو يقولون؟ فوضت أمري إلى الله، أنا متوكل على الله، أنا مسلم أمري إلى الله، أنا راض عن الله. لكن إذا توجهت له بلاش يقول. قال علماء، شوف اللي عنده هذه الصفة، علماء حكماء كادوا أن يكونوا أنبياء. يعني هاي الدرجة وين وصلت؟ وصلت بهم إلى هذه. فإن كنتم صادقين، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول فإن كنتم في صادقين في هذه القضية فلا تبنوا ما لا تسكنون. شايف إحنا بعض الأحيان معركة طويلة عريضة على الدنيا، وشوف إذا مثلا ما عندي مثلا مسكن، ما عندي بيت، ما عندي كذا، ما عندي كذا. واحد من العلماء يقول أنه في يوم من الأيام جاني أحد يقول قال لي أنا ساخط ما راضي، أنا عندي معركة مع الله سبحانه وتعالى. يقول قلت له ليش؟ قال لي أن جماعتي انطاهم أكثر من عندي، عندهم أموال كثيرة، عندهم سيارات، عندهم بيوت. قال له عندك بيت؟ قال له بلا عندي بيت. قال له عندك سيارة؟ قال له بلا عندي سيارة. قال له عندك فضل من الأموال؟ قال له بلا عندي فضل من الأموال. قال له البارحش وأنت بالليل تعشيت ونمت؟ قال بلا تعشيت ونمت. قال له إذن شنو السخط مالتي؟ على شنو تسخط؟ بيت موجود، سيارة موجودة، أموال موجودة، متعشي ونايم. أكو غيرك ما متعشي ونايمين، أكو غيرك وين واصل بهم الحال؟ أنت اليوم لما نشوف إحنا هنا موجودين، لكن تعال شوف إخواننا اللي الآن موجودين مثلا بالحشد الشعبي مثلا بالقوات المسلحة، شوف شو يعانون. يعانون البرد ويعانون مفخات ويعانون الحرب ويعانون هذه الهجمة الشرسة من الناس. قدموا إنسانية بأنصع صورها، لكن مع هذا الناس ما راضي عليهم، الإعلام ما راضي عليهم. مو الآن جاي يشوفها، لأن كل ما هنالك أنه يحاربون بذلك العنوان. قال فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون. لأن شو يقول؟ يقول كل شيء إن زاد عن حاجتك فأنت تجمع فيه لغيرك. هذه القضية. واتقوا الله الذي إليه ترجعون. بعد 70 سنة، بعد 80 سنة، بعد 100 سنة أنت راجع. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن تعال شوف أنه قضية بعض الأحيان نرى زاهد نقول هذا إنسان مرتبته عالية. تعال شوف حتى موقع الرضا وين يكون. إذا نشوف إنسان عابد يقول مرتبته عالية، إذا نشوف مثلا إنسان معطاء نشوف مرتبته عالية. لكن الإمام الصادق عليه السلام يقول ثمرته الرضا اليقين، وأعلى درجات اليقين يقول قال أعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع. أدنى درجات الزهد أعلى درجات أو أدنى درجات الورع، وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين، وأعلى درجات اليقين أعلى درجة في اليقين اليوم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الإنسان الراضي أعلى درجة من هذه القضية. يقول درجات اليقين أدنى درجات الرضا، أعلى درجات اليقين. وين واصل؟ إلى أي مرحلة؟ الرضا في مقياس هذه القضية أنه هذه أدنى درجة بدرجات الرضا هي مسألة اليقين، أعلى درجات اليقين. وقال عليه السلام
الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات اليقين. هذه القضية لما الآيات تتكلم بها والروايات تصرح بها وتحث عليها، فمعنى هذا تريد أن تخلق إنساناً بمواصفات خاصة. هذه المواصفات الخاصة بعض الآيات تشير إلى قضية أو جانب من جوانبه. الجانب أنه يقول بعض الناس إذا نزلت بهم مصيبة، شنو كانت لسان حالهم وقولهم في تلك القضية؟ أنه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا القول يقول أنه ثمرت شنو؟ ثمرت أن الملائكة تتنزل عليهم، تتنزل عليهم في هذه القضية لأنهم سلموا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نحن في كثير من الأحيان بما أنه مجتمع مصغر عن المجتمع العراقي نرجع في بعض الأحيان إلى واقعنا في العراق، يعني وين كان هنا الآن عينة، لكن نعيش رخاء، نعيش بعيد عن كثير من الآلام. لكن تعال شوف شعبنا العراقي الآن يخوض 13 سنة أو الآن دخل في 14 سنة يخوض في البلاء خوضة، لكن شوف أنه القضية هذا الشعب بعد 14 سنة أنه تزداد قتامة، تزداد اسودادا، تزداد كثير من الأحيان تقول ماكو فرجة حتى الإنسان ينظر من خلالها بصيص أمل أنه يتغير هذا الحال إلى حال أفضل وأحسن. ليش؟ ترى الصلاة موجودة، الصيام موجود، العبادات موجودة، الزيارة موجودة، جاي شوف العطاء أيضا موجود، ليش هذا الحال ما جاي يتغير؟ هل هناك سبب؟ لا لا ماكو أسباب، يعني هكذا الله سبحانه وتعالى يريد يبتلينا هكذا بمجرد أنه والله لين هذا البلد إلى في خصوصية؟ لا وحقك، الله سبحانه وتعالى غني عن عذابي وعذابك، غني عن إنزال هذا البلاء على بلدنا. لكن هذه أكو أشياء كثيرة معوجة، وواحدة منها أن هذا الشعب لا من زمان كان في زمن صدام حسين مثلا أو قبله من الأنظمة كان راض، طبعا هذا الآن من حقنا وحقه، أنه كان دكتاتورية، حتى العبادة أنت ممنوع أن تمارسها كما أمرك الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون في بيتك، أنت محارب. لكن الآن بعد صدام حسين وبعد أن ذهب البعث وعفلق، الآن أنه عندما انفتحت الأبواب هذا الشعب اتجه إلى الرضا بمفهوم واحد وبسلوك واحد. لو شوف لا أنه مثل ما قلت في أول الأمر هناك فقط لقلقة السكان، لقلقة لسان، لكن السلوك العملي وحقك الشعب ثلاثة أرباع ساخط، أو أقول لا والله أكثر من ثلاثة أرباع سخط، لا بالوظيفة ولا بالسلطة ولا الخارج السلطة، راضٍ بالواقع. وهذه الأمور الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآن شوف شعوب الأرض الأغلبية المطلقة يعيشون في انسجام، في قوانين، في قضايا، إلا هذا البلد شوف من زمان سنوات إلى الآن نعاني من كثير من الأمور، ترى بسبب إن شاء الله أكمل بعد هذه الجلسة القصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين
واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، فإن الرضا يخلق شخصية متوازنة، يخلق شخصية رسالية، يخلق شخصية محورية عندما تعيش في وسط تجذب إليها الناس بسلوكها العملي قبل أقوالها. يعني الإنسان الراضي عن الله سبحانه وتعالى عنده هذا المبدأ الرسالي، أنه يبلغ عن الله سبحانه وتعالى بدون أن يتكلم بكلام وبدون أن يتحدث بحديث، بل أنه عندما يراه الإنسان وهكذا. عندما سأل أصحاب عيسى عليه السلام عيسى، قالوا له يا روح الله أنه من نصاحب؟ قال: صاحب من تذكركم الله أو من يذكركم الله رؤيته. الكوناس هذه الخاصية الموجودة عندهم، بمجرد أنه تنظر إليهم يذكرونك بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس أنا رأيت وسمعت في حالات من الحالات أنه الأقوال والأحاديث لم تؤثر بهم، وكثير من الأشياء لم تؤثر بهم، لكن أثرت بهم أو أثر بهم موقف من المواقف في حياة مؤمن أو سلوك مؤمن. إنسان راض عن الله سبحانه وتعالى يسير بسلوكه بطاقاته بكثير من الأمور، وإذا به يجذب هذا الإنسان المبتعد عن الله سبحانه وتعالى رغبه بذلك السلوك ورغبه بتلك الفعالية التي يمارسها. وممكن تشوف أنه هذا الإنسان الراضي ليس عنده كثير من أمور الدنيا،
وحقك أكو إنسان عنده الدنيا وما فيها، عنده الأموال، عنده الحشم، عنده الخدم، عنده كثير من السلطة، لكنه يعيش البؤس في بيته. وتجد إنسان عنده كوخ ليس عنده من وسائل الدنيا إلا القليل، وإذا به لا، هذا الإنسان يقول لك أنا أملك الدنيا وما فيها. الخواجة نصير الدين الطوسي أعلى الله مقام هذا الرجل الفيلسوف يقولون هذا الإنسان كان متمدد على فراشه سهران في الليل يقرأ في كتب من الكتب، في كتاب من الكتب. يقول هذا الإنسان بمجرد أن يرى نادرة أو يستخرج فد قضية موجودة في الكتاب يقول يفرح، وإذا قلبه ينشرح كل شوية ماخذ قليل من الماء ويرش على وجهه. وماذا يقول؟ يقول أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ وين الملوك؟ الملك شتقى ينام وفكرة وين؟ من هو ينقلب عليه؟ من هو اللي يأخذ من عند الملك؟ من هو يزاحمه؟ بينما هذا الفقير الراضي عن الله سبحانه وتعالى يعيش ماذا؟ يعيش الراحة النفسية، يعيش الهدوء الداخلي. وحقك أن كثير من الأمراض التي في المجتمعات هي منشأها من هنا، منشأها من النفس، من عدم الرضا. وإلا لو كان أكو رضا وكان أكو انسجام بين الداخل ولا يعيش الاضطراب، القلب تشوفه ايش صاير به، النفس تشوفه يرجع إلى البيت بمجرد واحد يكلمه من أولاده أو زوجته أو أطفاله أو هذه تشوفه أنه كبريت ويشتعل. ليش؟ لأنه ساخط على الدنيا وما فيها. لكن الإنسان الراضي عن الله سبحانه وتعالى عندما يدخل يشوف يخلق هدوء، يخلق مساحة واحة من الأمان والأمن، لأنه يعيش بنفس هذه القضية، فبالتالي يعكسها على الناس. إحنا نحتاج في شعوبنا، في بلداننا، أن نرسخ هذا المبدأ، وهو مبدأ الرضا عن الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يرضى بهذا، وحقك الله سبحانه وتعالى الدنيا كلها عنده لا تساوي شيء. وأنا قلت في محاضرات سابقة أو في كلام سابق أنه الكلام عن الله سبحانه وتعالى يقول لو أن الدنيا كلها بما فيها، الآن شنو قاعد تتقاتل عليها الناس؟ بما فيها الآن، بترول، ذهب، أموال، سلطات، قوة. يقول لو أنها تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. أنت شايف البعوضة؟ الإنسان يحتقر البعوضة، لكن الجناح بعد أحقر، فوق من عندها، أقل من عندها. لو أنها تساوي عند الله سبحانه وتعالى هذا الجناح ما سقى منها كافر شربة ماء. شربة ماء، هذه الشربة المبذولة يقول ما سقى من عندها، لكنها لا تساوي. لذلك إحنا بعض الأحيان نمر بهذا الكلام، لكن وين نتذكره؟ نتذكره إذا وين صارت الروحة هنا، ذيك الساعة لما تترك كل شيء وتخرج من هذه الدنيا وأنت لا تملك، يعني حتى الكفن أم يوضعون عليك، حتى الغسل، حتى القبر، وشوف بمن. والفلوس كلها، الأموال كلها خليتها وين؟ ظلت وراء ظهرك. فالإنسان الذي يعلم علم اليقين ويرضى بهذه القضية يعيش سعيد. وأنا أختم بهذه القضية، أنه سلمان الفارسي أو سلمان المحمدي رضوان الله عليه، هذا الرجل العظيم الذي ملك في قلبه الواسع ما يملك من ذلك الإيمان، بحيث أصبح سلمان منا أهل البيت. هذا لما صار الفيضان في بغداد، هذا الرجل والناس ظلت تسحب الفرش، تسحب الأغراض، تسحب، وتشوف هذا اللي عنده فد يعني أثاث وفد ممتلكات، تشوف وين سلمان ايش عنده؟ عنده جرة يشرب بها الماء، وعنده ماذا؟ حصيرة ينام عليها. يقول وضع الحصيرة تحت أبطه وأخذ الجرة بيده وسبق الناس في المشي، سبقهم بعيد. يقول لما انظر إلهم من بعيد قال هكذا ينجو المخفون يوم القيامة. عندك خفيف القضية اللي حاملها على ظهرك ذيك الساعة، لكن لا، إذا معدنا احنا مش مكومينها كل شيء بالبيت ومن غير البيت، هذه تعالوا بعدنا نطلب، هل من مزيد؟ لكن الإنسان
إذا وصل إلى مرحلة القناعة، إلى مرحلة الرضا، ذيك الساعة هذه الدنيا وما فيها لا تساوي شيء. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أمرتكم هذه لا تساوي عندي عفطة عن دولة بخمسين دولة الآن بالمجموع الآن، يقول لا تساوي شيء إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطل. فالإنسان عليه أن يسعى إلى هذه القضية، وهي قضية أنه: يا رب إني راض، المرض غير المرض، الصحة. والإمام الباقر عليه السلام يقول: رضانا رضا الله، رضانا أهل البيت، رضا الله، ما يرضاه الله نرضاه نحن، نحن رضانا تبع رضا الله سبحانه وتعالى. وفي الرواية أنه في يوم من الأيام واحد من الأنبياء سأل أنه يقول عبدك أنه هل راض عني، قل يعني قل له هل أنت راض عني، إذا أنت راضي عني أنا راضي عنك، بس إذا أنت ما راضي عن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الرضا والعافية والتوفيق، أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لخير الدنيا والآخرة، وأن نضع في نصب أعيننا هذه التعاليم الربانية من أئمتنا، لأن فيها خير الدنيا والآخرة. أسأل الله بهذا اليوم وبحرمة محمد وآل محمد أن يمن على حشدنا الشعبي بالنصر المؤزر على أعدائهم، وأن يمن عليهم وعلى جرحاهم بالشفاء والعافية، وأن يعيدهم إلى أهلهم غانمين سالمين، وأن يكبت أعداءهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن